بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين على سيدنا محمد واله الطاهرين واصحابه الاخيار المنتجبين احبائي اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الصيدليه الشعبيه الذي يبث على قناه التحرير واب تي بمناسبه دخول فصل البرد أي فصل الشتاء وفي هذه الأيام الباردة نوعاً ما ارتأينا أن يكون عدد اليوم حول الأمراض المتعلقة بفصل الشتاء أو الأمراض المتعلقة بالبرد عموماً. فبالرغم من فرحة الناس واستبشارهم بفصل البرد يعني فصل الشتاء وربما الكثير أو الأغلبية من الناس يفضلون فصل الشتاء عن فصل الحر إلا أن هذا البرد لا يخلو من العديد من الأمراض كأمراض ارتفاع الضغط الشرايين وأمراض القلب وكذلك أمراض الصدر والحساسية كالأنفلونزا وغيرها بالإضافة إلى كما تشير بعض الدراسات أن البرد خاصة البرد القارس أو التعرض لفترة كبيرة في, في البرد قد يعرض آه المناعة إلى عديد من المشاكل ويضعفها مما يسبب أو مما ينتج عنه ازدياد فرص الإصابة بالعدوى إذا للحديث عن هذه الأمور يسرنا كالعادة ودوما استضافة شيخنا أو الضيف الدائم الشيخ المعالج الحاج الطاهر بوسبيع أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذا من المعروف كما قلنا أن بالرغم من أن الناس تبت... تستبشر في القدوم فصل الشتاء أي فصل الصيف بالرغم من أن علميا أن الحرارة تكون دائما أفضل من البرد كي نقول حرارة لا نتحدث عنه حرارة الشمس بل حرارة الجو إلا أن رغم هذا التفضيل إلا أن كما قلنا في المقدمة أن فصل الشتاء أو تعرض لمدة كبيرة للبر قد يعرض الجسم للعديد من الأخطار والمشاكل الصحية سنبدأ في البداية نتحدث عن كيفية استقبال أو بالأحرى كيفية علاج هذه الأمراض اللي منها بعضها كأمراض القلب والشرايين والحسية والصدر والإنفلونزا إلى آخره، معناها كيف كان في السابق أو في القديم أو بالأحرى الطب القديم يرى هذه الأمراض وكيف يعالجها. إذا سي الحاج أكيد أنت الحالات اللي جاتك لا تتعلق بهذه الأمراض اللي ذكرناها بل بأمراض أخرى، ولكن لو تعطينا حتى معناها ملخص كيف كان ينظرون القدماء كيف كان ينظر القدماء الى الشتاء او بالاحرى البرد ماذا يقولون عن البرد ما هي العلاجات التي يقدمونها للامراض التي جاءت بسبب البرد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد البرد هو وضعية مسافتها قصيرة في أنا 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 في بلادنا ماهيش مسافتها مشت واسعة يعني المدة اللي استغرقها البرد هيش مدة كبيرة رغم أن فصل الشتاء ثلاثة أشهر ولكن ديما خاصة هنا في الواد أو في الصحراء عموما تكون فصل الحرارة ديما أكثر من أكثر أيام, أيام أكثر فصل الشتاء أكثر ولذلك هو الفصل هذا تاع البرد ما يعتبرش ما يعتنوشي. الشعب في بلادنا شعبيا و يعني وقضائيا ما يعتبر اصلا مع انه يخلف بعدين الإعتناء هذا كون يخلف على الانسان امراض في جسمه وهذه الامراض اللي يخلفها في جسمه فيها مما يتعدى الى كامل جسمه وفيها مما الاسم نتاعك يكون انسان نوعا ما محافظ على اللبسه وعلى الماكل وعلى الاشياء اللي هي لازم والتدفئة. مكوناتها الكل يستطيع الانسان ان يكون في برنامج مهيأ انه يحفظ روحه من من يقيم على نفسه الصلاه هذه الصلاه مثلا ما يذكر ما يخليهاش تمشي كما تشتهي لذلك يخلي الصلاه يتكيف في الصلاه بصيفه وياكل الماكله بصيفه وانه يستعد للبرد كما يستعد للحرب. استعداد البرد كما تستعد الحرب. استعداد البرد كاستعداد للحرب. اي نعم لان البرد يخلف يخلف ظواهر في جسم البشر ويخلف معطيات وزيد في بلادنا هني خصوصا في المنطقه نتاعتنا وما ما حولها مثلا مع الواد ولا رجله ولا ولا يعني غردايه ولا المنيعه هكذا هذه المناخ الصحراوي <applause> عموما المناخ الصحراوي عموما يكون يعني ما, يعني ما يعتنوش به هو لازم يعتني به تو العام هذا يعني بدأت نذكر في الناس بالاستحفاظ من من من, استحفاظ الجسم على البرد وهذا الاستحفاظ دخلت فيه التقاشر واللبسه تاع اللباس يعني مع انه احنا تو كان المفروض كان عندنا من آه من من اول اكتوبر ولا قبل اكتوبر يبدا الانسان محافظ على المستعد مستعد معنا كوقايه يبدا الاستعداد حيث الماكل استعد والملبس الى يستعد دي. والاسلام الدين نتاعنا هو دين تلقي و يعني الدين نتاعنا يستجيب لهذه الأشياء اللي يؤتيها عليه الجسم البشري منها علاش قلنا يعني الجوارب والعفاف والحذاء المتين والاستحفظ على ما يمشيش في الماء لان كيف يمشي في الماء لازم ينحى الاناء لازم فكانت الناس مش تاخذ لكن تو بدات تاخذ ها اللي جاني من جيت هذاك جاي تو هني جاء من اجل على البرد مشكلة تاع تعال... تاع البروستات <applause> البروستات يعني ومساله يعني الجهاز البولي الكلوه والمراره والمثانه وال احنا ذكرنا بعض الامراض هنا قلنا امراض القلب والشرايين والصدر والحساسيه والانفلونزا معناها في رايك انت ممكن حتى القضيه مرض ولا اي اختلال ولا مشكله لا هو البروستات من البرد المرض اللي عندنا احنا البروستات اكثر بروستات اي البروستات اكثر بحيث توقف اصبحت السكنات اصبحت الشكل نتاع السكنات والتهيئه العمرانيه نتاع السكنات يعني وتضييق المسافة المساحة تلقى ثمانية ثمانية على سكن فيها عشرة من الناس معناها موش مقبول ثمانية على ثمانية مش مقبول حتى ست ضيق ضيق حتى 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 أربعة إذا كان مش يقعدوا فيه ضيق معناها إذا كان عرس واحد منهم يصبح البيت يعني ما يقبلش ما يقبلش لذلك هو الناس بديت طوال يعني خدمة هذه المسافة المساحة هذه نتاع يعني يعني تعدد السكان في سكن واحد أصبحت كثيرة جدا وأصبح أعطوه دار ويديروا دار الفوق يديروا يديروا حوايج أخرى ما تأديش الوظيفة لأن الخول حتى أربعة بقوا أربعة برك أربعة حتى هم يطولوا ويكبروا ويصبح يحب استقلالية في نفسه الإنسان يصبح عنده استقلالية ولذلك هم الآن الوضعية تبدلت المشكلة هذا وين وأصبح ما عنداش ما حل والآن تعاني الناس في, في السكنات أو عندي مثلا اليوم موظف بدي عنده زر الصغيرين عامين أربع سنين وزيد باش بعد عامين زيد أخر زيد أخر زيد ثلاثة ولا أربعة باش يلقى روحها أطول الأولين وأصبحت المشكلة موجودة ياسر في الوضعية هذه ولذلك هو الـ, الـ, الـ يعني الميكانيزم نتاع نتاع يعني الإيحاء نتاع بلورة السكن بهذا الشكل هذا دار نوم ودار نوم أخر ودار استقبال ورحبة هذه ما فيها ما فيها ما فيها فالناس أصبحت الآن راهي في تعب 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 يعني مر كاين الناس اللي ما قداش وين يمشوا فأنت برا السنة حتى نعطوك يعطوه في الأربعين ولا خمسة أربعين يعني مرحلة الشباب نتاع هذي كوين و.. و.. والمعيشة ما في الشباب ت.. تروح أي أيوة. وتقول الحاجة قضية علاقة ال ال كما راك تحكي علاقة ال معناها ال الذين يعانون من مشاكل في البروستات أيه. معناها حسب ما تحدثنا ان تنصحهم دائما بتدفئه الارجل وخاصه القدمين. أيه. ما شو علاقه البرد بالتع البروستات؟ هي من حيث التجربه هذا شيء اكيد وربما ننوه هنا المشاهدين ان الانسان اللي عنده مشكله البروستات كما نقول يصبح من الواجب عليه ان يقوم بدفئة القدمين بالجوارب معناه لا ينزع الجوارب الا في المنزل وشو تاثير هذا البرد على البروستات هي البروستات عندها وقت من توصل 45 ولا تصل خمسين لابد أن يتغير شكلها الشكل نتاعها يتغير تلقيها ل لي... الشكل الشكل يتغير من حيث التضخم حش. التضخم التضخم يعني تضخم التضخم تاع إنسان عمره مثلا خمسين خمسة وخمسين لت... لو كان هالتضخم نفسه نفسه ذات موجود عند إنسان في العشرينات الثلاثينات سمى مشكل مشكل أما نفس التضخم في إنسان معناها فات الخمسين أو خمسة وخمسين يصبح عادي معناها هادي. البروستات راح تزيد الشكل تاعها بمرور السنوات. السنوات. اللي إذا كان تضخم معناه خارج العاده هذا شيء اخر. خارج خارج العاده لا لازم يثبت روحه في اللباس تاع التقاشر. يثبتهم وثبت روحه في الـ في الـ في الوضوء. الوضوء أيضا لازم يكون الوضوء بالمسح المسح ماهوش بالغسل. سير فيه يعني يلبس الصباح ما ينعش يديرهم مسح كلاج تغسيل غسيلة بدلت مره بدلت مش هو مشكلة هو الجوارب الحاج معناها هي نصيحه عامه للناس الكل لكن خاصه ما كانش واحد ما يستحقهاش يستحقهاش انت معناها تدفئه الرجل هذه مساله ما, ما فيها شيء نقاش ما فيش لعب أيوه وكانها شبه واجب وكانها شبه واجب وهذه بالنسبه حتى للصغار لا الصغار مش كيف نحن الصغار يجي يعني جوارب خفيفه ما تكونش آه. رزينه يعني. وبالنسبه للنساء كيف كيف؟ كمرة جاء لك الخوذ ممكن تنتج عنها مشاكل اخرى البرد خلال آه القدمين هو كيف يدير يمشي يوصل شهر حتى حتى اللي اكثر من اللازم يمشي يدير الراديو عليها يلقاها هبطت تضخم هذاك هبط يلقى بطه يلقى باللي زت حس براحة وبدأ كيف يحاول ينحي نهار يوم ثلاثة ينحيه ماشي يطبق ينحي يلقى روحه تقول له أرجع أفضل لك ذلك هو الإنسان الإنسان لازم لازم البروستات لابد منها وإحنا عندنا هني مش منتبه للأمور هذه مش مهتمين خلاص ما عندهمش المعلومه ما ولهذا هني نؤكد عن الشيء هذا وين من خلال خبره التجربه سي ل ل ل الحاج محمد الطاهر ان تدفئه ال ل ل الارجل القدمين بالجوارب معناها امر ضروري وضروري جدا والا ربما ينتج عنه بعض المشاكل الصحيه خاصة بالنسبه للرجال معناها البروستات وهناك حالات على حسب ما حكى لنا سي الحاج الطاهر ان هناك حالات تم علاجها بروستات تم علاجها ب نصيحه من لبسان الجوارب نعم. هذا هو الدواء معناها حكيت لي مره نظر لا هو هكا ما دامها ما انهارتش وما تحولتش الغدد نتاعها اي طبعا ما تحولتش ما زالت ما زالت تدافع عن نفسها هذيك لازمها طبيب عاد يتحدث عنها تدافع عن نفسها وعندي ناس ناس يعني عالجتهم على البروستات وكانوا الطبيب قال له خلاص هذا كل الدواء هذا وبعد شهر هاي يجيني باش ندير لك العمليه وخلاص حاول حتى ست شهور ولا سبع شهور لبس عليه هذا اللي جاء هذا لبس عليه ها كان حالات لازم يتناول لـ 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 الدواء هو 65 سنه ولكن كان حالات هكا معناه بدايه المشاكل تاع البروستات لا تستحق دواء طبعا الحاج كيجي يجيها اللي كتشوفه وتحاول انت ويا تعرفه اذا كان يستحق دواء معناها تعطي له الدواء آه. والا معناها تنصحه ان يلبس لا ما ممكن كانش نعطيه دواء نعطيه نعطيه اللباس تاع الجوارب آه. لا كان حالات لازمها دواء لا باين هذيك اه عليك فاتت اما تلقى مازال مازال عنده القدره على باش يكافح وعنده القدره على باش واضح معناها يقولوا خفيفة خفيفة شيء خفيف خفيف يعني معناها يعني عليك بالتدفئة يعني نعم. واسك التدفئة إلا الجوارب ولا الجسم ككل ولا تبدا لا بالأهم أو والمهم أو أول شيء الرجلين الرجلين ومش معناها لا نحت تقصير رجليك وبعد البس لا ما تلبسش دي المسح كل في المنزل والجو دافئ وأين هي المشكلة هي المشكله تعرض القدم للبرد اي كون في المنزل هناك تدفئه معناها لماذا الواحد يمسح مو باش يمشي لبيت الحمام وين حتى قشيل قبل ويمسح على الارض بارده وربما هذا شخص يروح للمسجد باش يصلي صلاه جماعه ها. ربما هذه هنا مشكله لا هو ما اما بالنسبه في المنزل عادي حتى كي نحن دام هناك ما تدفئه موافق على عادي لقيت افضل ان يلبس الجوارب بحول الله ويكون منعهم شيء يستغنى عليهم الا وقت النوم الا وقت وقت النوم ينحي اذا كان ما نحاشي الصباح ينحي ويتوضا ويصلي ويلبس وخلاص اذا ما يلبس النهار كل لبسه واحده ونحال واحد اذا اول نصيحه هي لباس الجوارب الجوارب والامر هنا لا يتعلق الا بالبروستات الجسم كامل لان المشكله لا يبدا لا يعني من تلحق مشوار اماكن اخرى ها. معناها الجسم كله حتى او اعضاء اخرى مفاصل الركبتين ركبتين حتى يتابع في الجوارب وانما هي ما تجيش يعني الراحه نتاعتها خصوصا عند النساء ما تجيش سهله عند النساء المزارع الصغار مثلاً تبع عمرها 55 او خمسة وخمسين وجابت الاولاد ياسر وجابت تعب ياسر معناها ما ساعدهاش ما تذكرهاش المسافه هذه. <applause> معناها البرد معناها عنده علاقه حتى بالمشاكل تاع المفاصل. عنده عنده المفاصل ومش المفاصل عند المفاصل والتعب نتاع الولادات والتعب نتاع يعني حاجات المتابعه للامور هذه. ولذلك هي تاع المفاصل ما نعطوش ما نقولهاش تاكل دير الدواء هذا وما ديرش حاجه اخرى لا نعطوه الدواء هذاك والدواء اللي يوفق على المش... على ال آه أي ايه وقاية. وقايه على الجوارب كوقاية وقايه موش دواء وقايه, وقاية. يعني معناها الامور تاع الطب والذهاب الى الطبيب كأمور اخرى آه سواء طبيب العادي ولا طبيب الاعشاب تحثوا عن اقتناء الجوارب أيه. معنا هذا أمر ضروري ما فيه حتى مشكلة. وعلاقة هذه البرد بالكلاء العلاقة تاتي البرد بالكلاء إذا كان البرد تجاوز المسانة إذا كان يعني فعلياً تاع الرجلين تجاوزت الكلاء تجاوزت يعني المسانة وفتتها إذا خل... خلت كل شيء خلتها خلته فوق يمشي هواك للكلى يمشي للكلى كأن يبدأ معه نت... ناتج حوايج أخرى أعمال أخرى ب... بكري مرض مل... مل... بها أو إنسان زاد تأخر في العلاج وزاد ما دارش الوقاية الرئيسية اللي هي الجوارب لابد منها حتى ما حتى ما دارش يبدأ يديرها في شهرين إحنا ماشي نديروا مشي لا شهرين، الحمد لله أكثر. نديروا أكثر، وبذلك يكون المسافة كبيرة عليه هذه هذه الجوارب. الجوارب باش باش النتيجة تاعتها إلى المثانة، لأن المثانة تقعد مفتوحة. ما تحلش. تشيل كثرة عمليات التبول خلال فصل هاي الشتاء. إي نعم. نعم. المشكلة هذه. إي نعم. ونتيجة أنها تبقى مفتوحة. إي نعم. مم. لا مش تبقى مفتوحة. يعني تبدا لا هي مغلقه ولا هي مفتوحه من تاثير البرد من تاثير البرد بحيث يبدا يمشي الانسان كيف يبدا يمشي ويتعب ويمشي في بلاصه بعيده ويبدا جاي في الطريق يحس بان ما يحسش بالبرد لان البرد البول يخرج دافي ويخرج بشويه كان يلقى يقعد يوخ البول كل كفاش المشكلة ما ولكن لو وقتنا الجوارب مثلا هل المشكلة هذه راح تبقى نفسها ولا تخفف من هو المشكلة. الجوارب ما فيهاش حديث لأن الدورة الدورة تهبط اللوطة للرجل الهبوط الهبوط سهل ها لكن الدورة الدموية الصعود الصعود باش تتعب الـ الـ يعني القنوات هبطت هبطت الرجل هنا يعني. الآن مش لازم مش مش تطلع تطلع لازمها قوة حصرية يعني تاع الدفع الفوق قوة ولازمها دفء نوع من دفء معناها دفع. حرارة لازمها نوع من الحرارة لازم حرارة, حرارة. 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 هذه أكيد تولي حرارة من الداخل وعلاش قلنا احنا مشكلة تاع مشكلة ارتفاع ضغط الدم علاش قلنا ارتفاع ضغط الدم معناها وكأنها اللي بسبب هذه السرعة تاع تاع الدم موش كما في الحرارة العادية كما في البرد هكذا البطة تخلي القلب يزيد معناها الدقات وهذه هي يام الـ يام الـ المشكلة هذا هو علاقة التعرض البرد مش نقولوا الشتاء تعرض البرد هو كان, كان الناس لازم نعرفوها على على الجوارب لباس تاع الجوارب راه مهم ياسر يعني مهم جدا 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 كأنه ماك طبيب لك الجوارب فوق ال 50 سنه كأن معك طبيب. خاصة معاه تقدم العمر معناها. فت ال 50 فت ال 50, 50. معناها رقم راك في العشره مركز فيها التشخيص على جسمك ولذلك جت فيها التغير نتاع البروستات والتغير نتاع المفاصل والتغير نتاع الحاجات كيما قلنا لبس الجوار ما ناشد كان مشكله اخرى بالنسبه للفصل الشتاء هو ان اغلبيه الناس بالرغم من أهمية الكبيرة جدا لشراب الماء كان الناس في الشتاء تنقص شربان الماء وعلى الأقل يقول لك في اليوم ما بين لتر ونصف إلى لترين من الماء في الصيف عادي أن الناس تشرب الماء ويخرج آه ولكن في الشتاء الناس تحس كأنها دائما ليست في حاجة إلى الماء <applause> وهذه ثانية مشكلة أخرى إذا أضفنا لها معناها عدم اقتناء الجوارب معناها الجسم هني ولهذا قلنا هني ان تعرض لفتره كثيره من البرد ما عدم اقتناء الجوارب ما مع عدم معناها شرب كميات المناسبه على الاقل ايترا ونصف او لترين من الماء كل هذه راح تسبب مشاكل هو يقدر يشرب يقدر يشرب يحط يحط قلنا اقل حاجه اقل حاجه مثلا كي يشرب ثلاث لترات آه. اي حتى اكثر الانسان مش 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 يعمل بكد ما يخدم بعضلات ما يخدم بحاجه تخرج سبب خروج العرق معناها م. يخدم حتى باقل يعني حتى يكون يزيد لتر اخرى شربا ولكن كي يشربها ما تكون الشربة أنها بارد مشكل ايوه م. كي يشربها الماء اللي هذيك الزايده مش يلقي ماء بارد يكمل لا خل خل في في فيده في الوضعيه هذه اي دافع عاده هو حتى في الصيف يفضل دائما الشربان آه الماء يكون دافي او اقل دفئ ما يكونش من الماء البارد مباشره هو من هادة. القياس هذا القياس هذا هذا كي كل ثلاث ساعات كافي هذا تو اكثر من ربع لتر اكثر هذا تقريبا نصف نعم آه مش نصف كي يشربه مثلا بعد فطور الصباح وزيز مم. يشربه على ال11 ويشربه بعد الغداء ويشربه بعد عصر. العصر, ويشربه بين المغرب والعشاء ثلاث 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 هذه هي معروف معناه شربان شرب الماء خاصة في الشتاء معناه الأغلبية ما تناولش كثير من الماء يفضل كما الشتاء ولهذا يقولون دائما أن الأمراض أو السكتات القلبية تح تحصل في الشتاء أكثر من فصل الصيف بسبب عدم شرب الماء بالكميات اللازمة. إذا كنت تحدث الآن الحاجة عن الطب القديم معناها وش تحثه هو كان أمراض البرد او الحراره ما قريتش ان هناك امراض تتعلق بالفصل الصيف ولكن بالنسبه للبرد يقول الواحد يقول لك بارد جسمه بارد معناها الداخل بارد لان احنا نعرف ان درجه الحراره حتى في الجسم معناها داخل الجسم هي 37 درجه مئويه معناها 37 درجه مئويه حتى كتول هذه خارجية في فصل الصيف يحس الانسان نوع من مش نوع يحس بالحراره <applause> معناها الجسم ولكن ربما هناك اشياء قد تجعل هذه الحراره طبعا حتى زياده مشكله هي ولكن نقصها راح يكون مشكله اكثر لان راح تاثر عنا عمليه الهضم وهذه مشكله ومشكله كبيره اذا الطب القديم او اللي تحثوا بالاعشاب والنباتات الطبيه وش تحثوا عن هذه امراض البرد مثلا والاستعداد للشي هذا وين او يحذروا من بعض الامور وفق ما 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 ما, ما طلعت وما قرات وما هي مثلا الاعشاب اللي شبه لازم ان انسان يتناولها في فصل الشتاء عموما هو الشيء اللي تحدث تحدثوا عليه الاطباء القدام اللي هم 3000 سنه و4000 سنه يعني تحدثوا كلهم تحدثوا من اول تحدثوا على الشتاء لأن الناس اللي كانوا حديثهم يوصل للسماع ويسمعوه الناس كانوا كلهم يعيشوا في الأراضي شبه سكنية مؤهلة لهذا العمل كما مثلا كما آسيا كما روسيا كما دول أوروبا معناها ديما الدول هذه الجزائر قديش فيها النسمه؟ اكثر من 40 مليون 45 معلش حتى 500 مش 45 يضرب في 10 500 500 مش 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 حاجه معناها اللي تضر ما تضرش ليش؟ لان اذا كانت 500 ويكون فيها قوام وترشيد للاستهلاك لل يعني تنتج وش تاكل وتاكل وش تنتج. ولذلك هي الوضعيه هذه تاع تاع احنا 45000 45 مليون يا سيدي 60 مليون و70 و100. امم. وش نحسبوا يعني؟ نحسب ما عندهم توصل يعني. ولذلك شوف مثلا من هنا من الواد. يقال الإنسان يشد راسك من هنا يلقى بسكة بلاد يلقى زوار الماء بلاد يلقى زريبة الواد يلقى يعني مداشر شوي لكن كي ماشي مقبل وين يصل؟ يوصل نيجيريا ممكن يوصل نيجيريا وما يلقاش سكن يلقى شوي شوي سكن شوي. ولذلك من هنا حتان ل... حتان يعني توصل ما كان تمشي من هنا تخرج من هنا هنا شيء لا اعرف عليه تخرج وين توصل حتى حتى يعني توصل نيجير جت الحدود نتاع النيجر ما كان حتى شيء تمشي من هنا تغرب هاي معروفة غرب وهكا تو نلقو نلقوا نلقوا تقولت ورقلة حاسي مسعود هذا ما كلهم موجود خمس بعد تمشي من غادي ست تمشي زيت تمشي على مش تلقى يعني حويزات ما كان شيء تمشي من ست من عطناش مية أخرى يعني ما كياش السكن معناها الجزائر السكن نتاعها باقي ملزم كأنه حوزة إقليمية كأنها مناطق يعني شيء يسكن فيها اللي جاي ولذلك تلقى حتى في الولايات وفي في الانتخابات نرى تو الولايات في الجزائر منها في في المناطق هذه الحدودية الشمالي وراء من الراست ب 500 سنة و400 سنة 500 سنة إذا الوضعية تاع السكا الـ هذا هو اللي كاين باش يجيب ناس أخرين أما جوش ناس أخرين طلبت دول الأخرى قبل طلبت اليابان لي الجزائر ياسر عليها الأرض هذي خلينا نسكنوا فيها ما عندهمش وين ما لقوش يعني نسكنوا فيها واش معناها نسكنوا فيها معناها نسكنوا فيها نديروا فيها دول نديروا فيها مدن نديروا فيها طرقات نديروا فيها مدارس اندلوا... ويعيشوا كما عاش الناس <applause> هذا كيف يعيش ولذلك هي الوضعيه نتاع السكن معناها يعني هي حاطة كبرتها فرنسا وقت اللي اعطت لتونس استقلالها واعطت ليبيا استقلالها واعطت واعطت المغرب استقلالها وموريتانيا استقلالها أعطتهم على اكبر وساع مساحه بعيده من تا من, تا من من الصحراء الغربيه حتى الضرب العربي قبل سن كيلو 2400 ولذلك هي المسافات تلقى تمشي تلقى الضغط السكني تلقى في الجزائر تلقى ضغط سكني كبير تلقى ولايات هذا الحياة هذا ولايه والحياة المقادي ولايه هي طبعا قلنا في الطب القديم تحثوا هل حذروا من البرد ما هي النصائح قلت لك اللي تي قدموها اذا كان تحثوا على البرد ما هي مرض البرد كيف كانوا ينظرون مثلا الى مرض البرد النصائح اللي قدموها العلاجات مثلا أعشاب والنباتات الطبيه اللي ربما لازم يتناولها الانسان حتى يشعر دائما بال بال بالدفء يقول لك مثلا الانسان كما نعرف ساعات الانسان يصيبه نوع من البرد يجي هكا الرشفه ولا الرعشه هي هذيك يقول لك ان الجسم يهيئ في نفسه باش يخرج واحد البروتينات باش يدفئ الجسم هذا هو سبب بك الرعشه صحيح ساعات الانسان هكا يرعش هذيك ال الانسان الجسم يسموها الدهون البنيه كان نوع من الدهون دهون بنيه المفيده للجسم التي تمد الجسم بالحراره على انسان كي يحس بك الرشفه بالبرد مباشره العقل يعطي امر للجسم انه ينتج هذه الدهون البنيه لتلطيف البرد أو لإنتاج الحرارة للجسم حتى لا يصيب بيه لأن برودة الجسم شيء خطير وخطير جدا الآن الأعشاب اللي ممكن تساهم في تدفئة الإنسان لا قدر الله وصيب بيه البرد قلنا مثلا نحن من بعض كوقاية تحدثنا عن اللباس تحدثنا خاصة وركزنا كثيرا جدا عن الجوارب لأن إذا كان نقتني الجوارب مش معناها أن نفرط حتى في الجسم لأن صحة الإنسان فوق كل اعتبار أنا نشوف حتى في المرض أو الإنسان أصلا الذي لا يستطيع أن يتوضأ ربما يتوضأ ويصيب بالبرد معناه هناك رخصة دينية أن يروح يتيمم. يتيمم رغم أن يتيمم معناها كي يدير مقارنة إنسان هكا معناه يلقى شيء نوع تيمم علاقة تيمم بالوضوء معنى هذا ما طهارة إلى آخره لكن لماذا لماذا ب... لماذا آه شد شد الرجلين؟ آه التيمم التيمم يعني صفة بين الوضوء والتيمم آه دخل, دخل دخلت الرجلين هذه وين؟ دخلت الرجلين مش مرض ماهوش مشكل وإنما الجسم ما يتحملش اللبسه ما يتحملش يعني الماء, الماء أربعة ولا خمس وضوات في النهار اه مثلا معناها الفكره هي تبقى نفس الصلاه ما فيهاش نقاش صلاه لا ما نقاش حتى نقاش في الحروب ما فيهاش نقاش حتى هناك صلاه يسمونها صلاه العريان معناها حتى الانسان ربما مش مستور على حسب ما قريت معناها منذ سنوات حتى صلاه الانسان معناه بدون لباس هناك كان صفه ما لهذه الصلاه معناها الصلاة اللي هي أفضل عبادة ما فيهاش نقاش. أما قضية الوضوء أما قضيت المقدمة الصلاة اللي هي الوضوء يمكن أن يكون هناك وضوء معناه وضوء الأكبر أو الطهارة الصغرى والكبرى أنك تعوضها بالتيمم هي مجرد مسح لا أكثر أن هذا على لماذا هذا للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان. لأن الصحة هي أهم شيء. قلت لك الحاجه بعض الاعشاب الان اللي ربما تساعد على تدفئه الجسم ربما بعض الاعشاب المعروفه ربما لا هي مش خاصه هي... اصابه بال... إحنا نعرفه عند اصابه الانسان بالنزلات البرد يذهب مباشره الى الزعب هذه اصبح الثقافه هذه معروفه ولكن الان نتحدث عن جسم كامل معناها يعني الزعتر الزعتر هو كوقايه مش كعلاج معناها مش حتى انسان يصابوا بالامراض او كي بيجي للسكن العادي في في السكن نتاعه يستعمل المواد الاخرى وما ياكلش دائما الزعتر الزعتر ما ياكلش دائما كشاي اه كشاي ما ياكلش ديما ما يتناولاش ديما ما يتناولاش ديما ليه؟ دي؟ 15 20 يوم خلاص وريح مده 15 20 يوم وزيد عاود هي الزعتر قلت معروف هو اعشاب اخرى اللي يمكن انسان انه يستعملها كشاي مش ديما ولكن كشاي كم يعني آه. لو في... انت جبت العز... جبت ال... جبت العز... يعني الزعتر وحبست وك... عليه الزعتر مقبول للنساء مقبول للنساء والرجال لا يستعملوه ولكن انت مش دائما ها آه زعتر بالنسبه للنساء عادي حتى لمده حتى طويل. لمده ونح... تريح خمسه سته ايام وسبع ايام والله 10 ايام وزيد تعاود ترجع مده كبيره وزيد أكل. تمشي مش لكن انت الشيء اللي لازم هو هو الغذاء ما يعودش الدواء ما يعودش ماده ماده يعني فيها مواد فعاله وتصلح للنساء وما تصلحش للرجال يعني زعتر يعني يصلح للنساء ويصلح للرجال ولكن انت الصراحه للنساء دائم بدون فوضى والصراحه ايضا للرجال مش دائم يعني مده ويحبس وبعد مده كان قاعد الدنيا بارده ولا قاعد هذا يزيد حاجه اخرى يبقى الشيء اللي لازم هو الفلفل الاكحل الفلفل الاكحل لازم يقعد يستعمل فيه آه كتوابل كتوابل استعمالها في تقصد فيه الطعام في آه الطعام آه في الغداء وفي آه العشاء آه نعم ويستعمل دسم دسم الحيواني مثلا السمن تاع البقر السمن تاع الغنم السمن تاع المعيز هكذا طبعا السمن هذا بالنسبه للناس ما همش عانوا من امراض القلب والشرايين وما عندهمش مشكله مع الكوليسترول لا الكوليسترول آه. الكوليسترول اذا كان انت اذا كان انت لحيته آه. مده ساعه انت تنحى مده كي تنحى مده معناها يبدا عندك الزيتون لا ما يديرش حتى شيء كوله وانت عندك كل شيء تاكله معروف الزيتون معروف عنها. يبقى وش هو يبقى هو لازم تركز على زيت الزيتون واحدة وبعد تخليه بشوي بشوي وانت وانت سبحان روحك بديت تقدر تاكل السمن او الزبده او الحليب او يعني اللبن يعني تاكله تاكل في المكان في الحاجات هذه وتخلي نفسك يعني الحريه بتاعك يعني تخليها حره ولذلك هي دير دي اذا كان بديت تريح امشي من الجو اللي يساعد جسمك لان كاين ناس يريح من مثلا كأن الناس يريح مع الحليب كاين ناس يريح مع الزبده مش كيف كيف مم. يعني كي كيما تتغير كي الظروف نتاعها نقطة أخرى لاحظناها خاصة بالنسبة لربما للفئة الشباب معناها خلينا نتحدثوا عن فصل البرد الشتاء معناها عندما يكون في الخارج معناها او في مدرسه او الى او يكون في جلسه مع زملائه وأطرابه نشوف ان ما يركز على التدفئه معناها كما كنا نحكي عن قضيه الجوارب او حتى اللباس الخشن نوع الماء معناها هي تلقاهم شادين ركنه ما هو فيهاش البرد بكثرة وانتهى الأمر ولكن ما فيهاش الأكسجين آه و... أو على الروح إيه ومن بعد كي عندما يذهب إلى المنزل معناها لازم يقول يركز على التدفئة ويركز على الأمور الأخرى وهذه هي الخطأ الكبير وبعد يصبح كان خاصة لكن حتى الكبار معناها ربما تلقى إنسان معناها ذاهب إلى المسجد مازال معناها في الشتاء تلقاه لابس معناها هذه يسموها القدوارة وتلقى لابس اللي 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 بلغة وهو رايح به المسجد في هذا الفصل وهذا خطا لا لازم تقشير معه لازم تقشير وخطا وخطا لازم كبير لازم معه على الاقل حتى م لا ادري هناك البعض لا يفضل ان يت يقتني الجوارب على الاقل كما نسموه هني البنطوف هذه هذه اقل شيء اما ان يذهب معناها كما نقول بال بالدغة الدارجه بالشلاكه مباشره المسجد ومع صلاه الصبح هذا أصبح ضرر وهذا الدين ما قالش كما صحة الإنسان ونعطينا مثال بالوضوء والتيمم معناها الصلاة ليس فيها نقاش ولكن هناك الدين أعطى رخص الوضوء والوضوء ما اه التيمم ولا شيء أسهل من التيمم إذا حتى مكان شكل حجرة حتى على التراب مباشرة إلى دين والوجه وانت الأمر معناها شيء لأن الأساس هي النية. لأن شوفوا هنا كما قلنا كون يقارن واحد ويخدم عقله يقول ما علاقة هذه بهذه؟ يشوفوا هنا الوضوء معناه اليدين والهنايا والرأس والأذنين ويغسل رجليه، أما في التيمم لا الكفين وشويه هنا وشويه وجه لا الفكرة مش هنا، المهم أنت لديك نية أنك تصلي، لأن أهم حاجة طبعا بعد الصلاة هي سلامة وصحة الإنسان حتى لا يأتي احد ويقول كيف لي انا مريض مثلا او لا استطيع حتى ان اتحرك و... و... واجبر على ان اذهب الى واتوضا الى اخره لا الاساس هو صحه وسلامه ال... 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 الانسان نفس الشيء هنا التهاون لا ليست تدفئه في المنزل ثم التهاون في الشارع او في المدرسه لا او في العمل لا 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 هذا شيء ما لازم يشوفوها الناس بك شوك راك دير فيها وي ويعرفوا علاش دير فيها معروفة هني أن الشتاء البرد لباس وللحر لباس طبعا هناك حتى في الجسم ما كان بالبرد مشكلة تاع البرد يسبب الأمراض حتى في تغير الفصول وهذه أي معروفة حتى دخول فصل الخريف الجسم عندما يريد أن يتأقلم مع فصل الخريف نعرف هني تكثر العديد من الأمراض هذه معروفة دخول فصل الصيف نفس الشيء دخول فصل الشتاء كذلك نفس الشيء هذه بداية الموسم أما الآن نحن نتحدث كنت حثو عن فصل الشتاء عن تعرض الجسم لفترة طويلة إلى البرد مش الشتاء هو المشكل لا. أو البرد في حد ذاته هو المشكل المشكل عندما لا نستعد نحن لهذا الشيء لأن معروف في الصيف عادي مشكلة حرارة الشمس أشعة الشمس هذه تشكل خطر اما كلباس اوك أو العرق بشده الحراره 40 او حتى تقريبا 50 درجه هذه ليس فيها اي اشكاليه في الشتاء نفس الشيء ليس البرد في حد ذاته وليس المطر في حد ذاته وليس الثلج هذه كلها نعم وخيرات من الله سبحانه وتعالى ولكن انك تعرض جسمك معناه الحاله بارده وانت لابس لباس عادي ما لا تقتني لا جوارب ولا حتى احذيه تخرج معناها عادي تريح مع اصدقائك وزملائك عادي ربما واحد يخرج يلتقي معناها اربعه او خمسه جماعه ما ربما يغدو معناها النار تلقاهم الدف ولكن ذهابك من المكان هذاك الى المنزل قد تكون المسافه بعيده فم قد تتعرض الى البرد تعرض البرد لفتره وهذه هي المشكله اذا الوقايه هي من البدايه الى النهايه وليس معناها علاش نركزوا يعني في المنزل لازم يكون دافيه سواء فرن او موقد نار لكن عندما نذهب مثلا حتى بالنسبه للصغار معناها كان هناك العديد من العائلات معناها يدعون اولادهم يخرجون للشارع ربما كان مش لابس حتى جوارب معنا حتى التقشير يلعب 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 يلعب, يلعب, يلعب ما يجي ومن بعد يبقى تقدر الله يوقع المرض ثم يبدا الذهاب وإياب الى الطبيب الى اخره يجب الاستعداد للبرد كما قال الحاج كاستعدادنا للحرب اذا كان الحرب عند سلاح او المعركه لديه سلاح حتى البرد لديه سلاح وليس السلاح في المنزل فقط معناها من حيث التدفئه بل خاصه في الخارج بدايه من اللباس وخاصه الجوارب كما قال الحاج الاكل المشرب الشساعة المكان كما كان يحكي أو المسكن تذكر عنده دور وكذلك أخيرا الآن نصائح قبل ما نختم الحصة الحاج إذا كانت هناك نصائح تقدمها إلى المشاهدين الكرام حول الوقاية من أمراض البرد أو البرد بصفة عامة. هو البرد يعني مكلف لأن بردة واحدة في سفرة واحدة وما تستعد لها شيء وتلقى روحك مجبر وتلقى روحك ترقد في الوتيل يعني تلقى روحك خسرت كبيرة ولذلك هي الأفضلية دائماً الاستعداد قبل الخروج. انت هاز هاز في حقيبتك شيء بيدفيك هز كان استجرت به استجير كان ما كانش ما يضركش. يعني هز هزه معك الشيء اللي يزي باش تلبسه. مش تلبسه فت شويه مش تلبس. تمرق على الواحد علي ال11 تع الليل باش تلقى حوانيت المود الملابس الفاخرة والملابس ما تلقيش ثانيا الوضعية نتاع الإنسان يعني لازم ديما دير اللبس نتاعت نصك السفلي تركيز أكثر على نعم. أسفل الجسم يبدا كاين السراويل الضاغطة على الجلد جلد شادة وتبدا فوق من السروال الاخر يبدا الجسم يبدا ما ي... ما ي... ما, ي... ما, ي... ما يتاثرش ياسر بالبرد او كي يبدا سبل الواسع انت تمشي وتتبرد فيه هاي معناه الهواء يلقى طريقه يلقى, 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 يمشي. ثانيا تمشي تفتش تلقى ما تلقاش ترقد ايضا مثلا يبدا واحد بالسياره نتاع رايح من من حاسي خ... من حسي مسعود رايح رايح اسمها ال... 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 يعني راح ال... 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 يعني شي... الحدود الحدود الليبيه قعد في النص منا 200 ومنا 200 وش يدير؟ لازم باش اشرب ما لقيش لان خلاص ما كانش اذا لازم يرقد ويرقد لازم الكي يكون عنده باش يدفع ما ما يبردش ما يبردش مم. يعني لازم يدير السياره نتاعه يعني الكاميون يحطها من جهه من جهه يبقى متكي هنا راقد معناها ما ما ينضرش لان راهي برده واحده نتاعت ليله واحده معناها جي صعيبه ياسر في, في الاداء نتاعها برده واحده ليلة واحدة اللي صعيبة فيه زال ولذلك البرد استعدوا للبرد كما استعدوا للحرب ويقول لك حتى هي معروفة هني عندنا في خاصة فصل الصيف راك الناس تروح تتفرحها تتعرق نقولوا هني عندنا عندنا باتسل يقول لك نخرج في البرد خرج في البرد من الجسم ولكن وكأنها الجسم معناها نقولوا حنا يجمع البرد معناه او البرد الذي تعرض له طيله فصل الشتاء راح يلمده كل ممكن يشكل خطر وهذا علاش الناس تروح كما يقالوا بالدارجه تروح تتعرق معناها راني خرج في البرد الذي اصاب الجسم زيد مشكله تاع البرد ونلاحظوا حنا حتى لل ربما الفواكه التي تاتي في فصل البرد معناها نلقوا الامور مثلا كما الحمضيات عن الاشياء اللي فيها فيتامينات سي بكثره وهذا الدليل طبعا هذه حكمه الالهيه عكس فصل الصيف تلقى الامور فيها الماء مثل البطيخ الاحمر والاصفر الى والعنب الى ولكن آخرية. ما عادش كي. ما عادش البطيخ لا قلنا في فصل الصيف احنا اي ما, ما عادش حتى فصل الصيف ما عاد كفاه ما عادش ما عادش حدش ما عادش باش يشريه الانسان لو جيب الحوشه هو من يمشي يجيب انا العام هذا ما شريتش 10 دلاعات معناها طبعا اي هذيك مساله اخرى نتحدث يعني مثلا عن ال ال الفواكه او ال ال الخضر كل فصل عندها فواكهه الخاصه وخضره الخاصه في فصل الشتاء تلقى مثلا الامور سواء المضادات الحيويه سواء تلقى الحمضيات اللي فيها بنسبه كبيره الفيتامين سي معناها التنشيط نشاط ومحاربه كما يقال الجذور الحر معناها دليل ان كما كما قلنا تعرض البرد فيه مشكله لو لم يستعد الانسان على كل حال نتمنى الصحه والعافيه والسلامه لجميع عملي. الناس اذا ما عندكش كالمخرى حاجه تقولها لا عندي هذا هوك أيه نختم راح إذا بهذا نكون قد أنهينا عددنا اليوم المتعلق بأمراض والمشاكل الصحية التي يمكن يتعرض لها جسم الإنسان في الفصل الشتاء، نتمنى فقط أن تكونوا قد استفدتم من هذه النصائح والإرشادات التي قدمها الحاج محمد الطاهر بوسبيع وإلى اللقاء في عدد قادم بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.